السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن سومالوين ميلبا جوكتان، عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيد وناكسن وعيدي عيد الفطر اللي يوم ما انت اهيد وحاندين رجينا كلين انا بشبشي برواقتهين عيدا عيد ذا كوي هرمر اي وناك اي عافمات اي فرحتك وقال الله اذن كدقو دمانتين ميلبا جوكتان، اللهم امين. ما أنت وحنا السنة شيء كأذ قرحن وأه دود القز أبورك أما درحية أما أبورك سمية حريرته وحلا ده دود القز شيء كذي بنوب العوان يسب بسم الله الرحمن الرحيم. أسكن في قرية هادئة جميلة ولها أشجار سماؤها زرقاء وعصافيرها تزقزق في الأرجاء كلها. استحبتني والدتي في نزهة بين الأشجار لتقطف بعضها بعض من الأشجار التوت، فأخذت سلتي ورحت أتنقل من شجرة إلى شجرة بينما أنا منهمك إلى الخطف التوت. أبصرت دودة صغيرة نهمة تقرد الأوراق شجر التوت، فأعجبتني نشاطها وحيويتها ونهمها للأكل. ناديت أمي تعالى وأمي وانظري ما أجمل هذه الدودة، انظر إلى نشاطها وحيويتها. فضحكت أمي وقالت إنها تأكل بالنهم، ألا تشبع هذه الدودة؟ أتعرف يا بني إنها دودة القز، أن الأوراق شجرة التوت غذائها الوحيد المفضل لديها، إنها تحب كثيرا. رجوت أمي أن أخذ هذه الدودة الصغيرة إلى بيتنا ورفضت في البداية، ولكنها وافقت بعد إلحاحي. فرحت كثيرا وأخذت الدودة ووضعتها داخل السلة، ثم قطفت بعضا من ورق التوت ليكون مؤونها لها، فهذا هو غذاؤها الوحيد. وضعت السلة في غرفتي، وكنت في كل يوم بعد عودتي من المدرسة أذهب إليها وأراقبها. أزداد إعجابي بنشاطها، وهذا ما حفزني إلى حفظ الدروس وقيام بواجباتي المدرسية أو الدراسية. وفي يوم من الأيام جئت من المدرسة ورفعت الغطاء من السلة، يا للهول ماذا أرى؟ أوراق نفذت كلها ودودة اختفت، لم يبقى في السلة غير شيء يشبه حبة التمر الصغيرة. هرعت نحو أمي باكيا، أمي أمي لقد اختفت الدودة، أين هي؟ هل ماتت جوعا؟ أمي أرجوك ساعدني، تعال وانظر أرجوك يا أمي. جاءت أمي مسرعا فنظرت داخل السلة وأخذت تضحك وتضحك وهي تقول، لا يا بني لا تبكي ولا تحزن. اندهشت لكلامها وضحكتها وقلت، كيف لا أحزن يا أمي؟ أنا الدودة أصبحت صديقتي، أني أحبها كثيرا، أرجوك يا أمي لا تسخر مني. فقالت، كلا يا بني لا أسخر منك، ولكن انتظر بضعة أيام فقط، هناك مفاجأة جميلة جدا وستحصل، اذهب الآن وكن مطمئنا، أدرس دروسك ريثما تتم المفاجأة. بعد عدة الأيام بينما كنت منهكا في دراستي سمعت حركة داخل السلة، ففتحت الغطاء وإذا بفراشة صغيرة بيضاء اللون تخرج من السلة وتطير حولي وتحط على رأسي وكتفي. فجاءت والدتي وقالت، هذه هي المفاجأة يا ابني، هل أعجبتك؟ إنها فراشة رائعة، لقد أصبحت الشرنقة وتحولت إلى فراشة جميلة، ولكن بدلا أن تذهب إلى البساتين الورود اختارت أن تبقى عندك في غرفتك بسبب الصداقة الحلوة التي تجمعكما معا. دود القز وأه أبورك سمية حريرتا شيء كذا ويلكي يكون على شكينا يا وعنو جر. فلي أسكن في قرية هادية وحندقنا هاي تولو ير وضد ير دقين هين وبوق بضن هنا دقنا هاي، ولها أشجار در بضن ويلا ذا هاي، وسمائها زرقاء عركيذنا وبلوك وعصافيرها تزقزق شمبره ذنا وقيلنا ما تشق 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 إلين شمبرو بضنا إلا ذحي في الأرجاء كلها ميل ربع عط شمبراد مغليسة، يعني مقالة قرحان والطبيعات قرحان له كوذا.
استحبتني والدتي هويدي ايا ان راعي في النزهة اني هويدي وحان سرع علينا صول لغينو بين الاشجار درت دحدو ذا كل لغينو اني هويدي ام هويدي بيرت دحدو ذا اي ودا انا راعو لتقطف بعض من اشجار التوت سي اسو قويسو قار كميدا عليمها اما قيدها توتكا توتكو بيرسا بلاك بيري ريد بيري راس بيري كواس واي توتكا فأخذت بعض من أشجار التوت فأخذت سلتي أنو حنقاتي دمبيشي ديان قاتي هو ديان راعي سان أولا سو قويو توتكي درتي توت كان سان أسو قويو ريرهان عن قرية نوقع عنه رحت أتنقل من شجرة إلى شجرة وحنك أسو عدي وحنك تقي من قيد إلا قيد أنو قيدي ساس أوريك سنين هو دي باقار قويرس أنه هو دي كنت ديسانا واوتا دمبيشي دينا من شجرة إلى شجرة بينما أنا منهمك إلى خطف التوت كلما أنا كدالن مربا قيدان قوينا يو إنا قوية توت كي أبصرت دودة صغيرة وحان أركي أبور ير أما درحي ير أن أركي نهمة يدو ميد قاجي سنو كاليتو تقرد أوراق شجرة التوت تاسو سحوق عنيسة عليمه أو قيد كاس توت كي يدو عنيسة فأعجبتني نشاطها وحيويتها وحنكها لي حركة ذي يسيء عنيس قاجة ذا وينو هاي سوكا لو نهمها للأكل يسيء عنيس عنتضى يعني محمد دا مالكو حرنا ذا كله هدل سودا يسيء عنيس حركة ذا سنكها لولية ناديت أمي وحن أيار هوي ذي تعال أنكويري كالي هوي وانظري ما أجمل هذه الدودة كالي أرق أبور كان محاك قرحان انظر إلى نشاطها وحيويتها كالي أرق دقائق إذا يسي وفي عن تو يرو دقائق يسو فضحكت أمي وقالت هويدي ويقص الشو وحي تري إنها تأكل بالنهم وحي وعن يسا سوالنا وحي وعن يسا ألا تشبع هذه الدودة أبور كان مدر قي ميا أتعرف يا بني ما أكتها ويل كيجيو إنها دودة القز ودودة دا سميسا حريرتا أن الأوراق شجرة التوت غذائها الوحيد أنا أما علينت شجر كان توتك عنت ذا كلية عنت واي سي أي أسمى يسو حريرتا المفضل لديها وعنت ذا كلية جعشة هاي أي عنت يضا شيء الأبور كان هانتيسا إنها تحب كثيرا آذي وجعشة هاي رجوت أمي واتوغي أما وابري أمي أن أخذ هذه الدودة صغيرة إلى بيتنا إن دودة دان ير أما أبور كان ير أن أقاتو قريينا ورفضت في البداية مركي هروي إيدي دي ولكنها وافقت بعد إلحاحي مركي دماء أنكو على علي أنكو هوي 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 أنكو على علي أرتينا الربو ويسكي ديسي فرحت كثيرا آذان أفرحي وأخذت الدودة ووضعتها داخل السلة وحن سوق هذا أبور كيرا أما حشرتي أن سوق هذا وحن كردي دمبيشي لي ثم قطفت بعض من الورق التوت وحان سوقي دور عليموت عليموين بدنا سوقي كو توتكا ليكون مؤونا لها كاسو اون قناية عنتدي اي عنيسي ما دام اي عليمها توتكا يدو اي جعشها فهذا هو غداؤها الوحيد لانه كان بس يدو عنتها وحكا لما عنتو وضعت السلة في غرفتي دنبيشي وحان لقى قول كيجي وكنت كل يوم بعد عودتي من المدرسة معلومة بمركان كسو نقضي اسكولك أذهب إليها وأراقبها إن كان أتغى بورس أن أتغى دنبيشي أيان إلاليا أم وافيريا وحي إسبدل كل عاي سي وحو عنيسو سيدي أن معلومة بفيد مركان اسكولك كإماضو أزداد إعجابي بالنشاطها وحان آذ أغهلي آذ بان أغسي هلاي حركة ذي إيه النشاط كيدي ما نبسي وحو عنيسي سي ودق دقاقي سي وهذا ما حفزني إلى الحفظ الدروسي كاسانا إلي رجليي إن كأت كاذو أما دروس إذا أخرجته وقيام بواجبات الدراسية أو أن سمايستو لأن قولك أن كجرا ما قد أنت قولك كجرو أن دعوانا يد أبوركي وحن شقدي شوك هومورك اللي تدر عن قبصنايا وحب إسيسي دافع صب وإجعل إسيسي دروس تيدي وفي يوم من الأيام مال مالمها كمدة جيت من المدرسة وحن كأمت سكولك ورفعت القطاع وحن كقعد الدبول كدنبيشي عن السلة يا للهول وحلا يا بلا نركي ماذا أرى محان أركا أوراق نفذت كلها والدودة اختفت عليمه يرن ويدا ماذين أبوركينا بابا جوغبا
لم يبقى من في السلة غير شيء يشبه حبة تمر صغير كما هارين دمبيشي إلا وحقوك تمر ير تمر ير وحقوك ليكو هرتي باشي ويب بحضي على انتي نواء دماتي هرعت نحو أمي باكيا وحن أعري هو يدي أنا وينيا أمي أمي هويو هويو لقد اختفت الدودة أين هي أبوركي مجوغو ووتقي حقو آذي ما حقي آذي أنا ولي هل مات جوعا مقاجة أولي متي أمي أرجوك ساعدني هوي إعاوي هوي وقتوغا إعاوي يوكالي تعال وانظري أرجوك كالا يو أرق وكبريا هوي كالا يا أمي هوي وكبريا كالا يو أرق بهاشي قاجة أولي متي مجوكتو جاءت أمي مسرعا ويسوع عرض هوي ذا إيدو دكدكسا فنظرت داخل السلة وحين في رسيد دنبيشي قدهيلي فأخذت تضحك وتضحك بركي أرقتينا ويقص الشيء وين قص الشيء وهي تقول يظل له يا بني ويل كيجيو لا تبكي ولا تحزنها أوين هانك حمان اندهشت لكلامها وعليا بهذا الكذا وضحكتها يقص الكذا وقلت كيف لا أحزن يا أمي سانا ونحن وحمان هوي إن دودة أصبحت صديقتي دودة أما أبورك وصوبح صاحبك وصوبح بالي والبا أنت دروس إذا شغلت قفصنا وإلى الجوغة قولك ولد لما كصاحبة أن قلنا أني أحبها كثيرا هذا أنا أجعلها أرجوك يا أمي وكبر يا هوي لا تسخر مني هاي يقول ديل ديل أما هاي يقول عيارة نقريته فقالت كلا وحي يقول ترمي يا بني ويلك يقول لا لا أسخر منك وقم عيارة يو ولكن انتظر بضعة أيام فقط سوق دور مالمود بس سوق هناك مفاجأة جميلة جدا هالكا وحا كجرا شيء وحلا يابلا صوب حاية دور عش السوق وستحصل اذهب الآن وكن مطمئنة وحانا هيلي سايلة هاي شيء ليابلا أركيزا دور عش السوق هانا والولن الحين بح مطمئن ادرس دروسك دروس هذا صوديقو ريثما تتم المفاجأة انتي شيء سربرايز كما شيء ليابك لو كدا عايو دروس هذا السيديقو دور عشر نصي ورحنا نصب بحي مفاجأة سان أركينا بعد عدة أيام دور عشر كدب بينما كنت منهكا في الدراسة أني قو هوم وركي شقد يدي قبسنا أيه قم كان سكول كسر نقدو شقد يسوق قبسنا أيه سمعت وحن مقلي حركة داخل السلة دقائق عن كم مقلي دمبيشي جوده هذي ففتحت الغطاء وحن كقاضي دبول كان كقاضي وإذا بفراشة صغيرة بيضاء اللون مسوي حبك صوب بحذي بلنبالس عد أو ير أو قرحنا كصوب بحذي تخرج من السلة وحي كصوب بحذي دمبيشي وهي تطير حولي يضو إيقو وريك سنيسة وتحط على رأسي وكتفي يضو مرة مضحي كو استاقيسة مرة قرب كيو كو استاقيسة فجاءت والدتي وقالت وحتمد هو يدي أو تري هذه هي المفاجأة وكان وحي ليابك هاينا أنسوغينا نقوشي يا بني ويلكيغيو هل أعجبتك مكه الشيء إنها فراشة وبلنبالس رائعة أو قرحن لقد أصبحت شرنقة وحي نقطي كيس نقطي أما دونتي أي ورجيني سحرير تأهيد تحولت إلى فراشة بيضاء جميلة وحي سبد شيء بلنبالس عد أو قرحن ولكن بدلا من أن تذهب إلى البساتين الورود لكن انت هذه اللي هي بيره فيورياش لها اختارت وحي دورتي اما دور بدي ان تبقى عندك اني كل جوكت اذيك في غرفتك اني قولك هاغو كل جوكت بسبب الصداقة الحلوة تاسو اي سبب اتهينا صاحبتني ماذا في عن او اذيك ايو اذي كان حيسا بالمباليستاس التي تجمعكما معا صاحبتني ماذا في عن او اذيك ايو بالمباليستا اذي كان حيسا دراديد أي بلنبالستي قاصتي أنت إعاد لهيد جذه توت كها يبره وحقو قاصتي إني أقول كأقول الجوك تما دام أي أكت هاي إن أديك أكيني سيد على أنت توت كها أو أي دمبيش هذا ده حيد أدو كيني سيد مش هذا الجوجي سه شاك هذا قرحان واي وحن رجينا أن أتكهشين هذه هذا أمات سنتين عيد وناكسن عيدكم مبارك عساكم من عوادة أنت سيشكد النغوص ودماتي خير بدنا إذن رجينا دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.